لجنة أهالي مدرسة القلبين الأقدسين البوشرية بالتعاون وبالتنسيق مع إدارة هالمدرسة عم بنظموا برانش خاص بعيد الأم ب 21 آذار القادم بدير القلعة بيت مري. هالحدث عم بيصير للمرة الرابعة وعم بكرم عدة سيدات مميزات. تفاصيل أكثر مع ضيوفنا أو ضيفاتنا. برحب بالسيدة تمين عنايسي زيادة، أهلا وسهلا فيك. ينعاد عليكي. صباح الخير. انت كمان رولا، حضرتك رئيسة قدامى القلبين الأقدسين البوشرية، وبدي رحب بإحدى السيدات المكرمات السيدة دارين بربر، أهلا وسهلا فيك دارين. بوجور. شرفتينا. حضرتك موتيفيشنال سبيكر وكمان رياضية بامتياز وسوشيال اكتيفيست، رح نحكي عن كل نشاطاتك اللي عم بتقومي فيها خاصة بدبي. بدي بلش معك تمينة، هالحدث عم بيصير للمرة الرابعة وله أكثر من هدف غير إنه تحيوا كل السيدات والأمهات، كمان في هدف تستفيد منه المدرسة أو بالأخص تلاميذ المدرسة. طبعا أول شيء ثانك يو لكم اليوم للاستضافة لنا. هيدا رولا لرابع مرة نحن مثل ما قلتي بينعمل هالحدث هالإيفنت برهيبات القلبين الأقدسين بوشرية. صار هو مثل تقليد سنوي لنا صراحة، وهدفه كتير أساسي وكتير سامي لنا ومميز. هو البورس سكولير الأقساط المدرسية اللي نحن بنتعاون سوا لنقدر نساعد الأشخاص اللي هن منهم قادرين يكفوا حاجاتهم بالمدرسة. كلنا بنعرف قد ايه بعض الأهالي عم بيعانوا خاصة عم مع زيادة فترة الأقساط فترة، وكل سنة عن سنة عم نزيد أكثر وخاصة بالأوضاع اللي عم نقطع فيها هلا. نعم. البرانش حيكون برعاية وزير معالي وزير السياحة أفاديس جيدانيون، نحن بنشكر رعايته وحضوره وبحضور لافت للفنان القدير نقول القسطى. نعم. رح يحيي الحفل؟ هو حيقدم هيك مثل غنيتين. نعم. ويكون مشارك معنا، وطبعا عندنا أمهات مكرمات. نحن عادة كل مرة مننقي حدا هو رائد بالمجتمع عانى من شيء معين، قدر يكون يعطي طاقة إيجابية، قدر يكون يفيد غيره بالمجتمع. ونحن السنة حبينا نقينا دكتور رولا فرح سياد اللي هي كمان جمعية تشانس للكانسر تشايلد كانسر، وهي قدامى سنتر بوشرية كمان. نحن بنحييها على جهودها اللي عم يعملوه، لانه انت بتعرفي هذا الموضوع مش بس انك انت تكوني سبورت مادي، بيكون كمان شيء معنوي. نعم. بتبعد ازيد الموضوع. جمعية تشانس اللي تعنى ب مكافأة سرطان الأطفال. نعم. نعرف من سنين. نعم. طويلة دكتور فرح حتبنيت هالقضية. أكيد إنجازاتها كتير مهمة. وعندنا مدام غيدة أناني اللي هي فونداتريس أبعاد، اللي هي تعنى بالعنف ضد المرأة، وكمان بالأخص هن كان عندهم السنة لفتة كتير مهمة إنه ألغوا قانون 522 اللي هو مشحف بحق. نعم. المغتصبة. يعني بتعرفي قديش عم تعاني المرأة. وأخيرا ونحن بعد كمان على طور إنه نتأمل بعد يصير أكثر من. وثالث ضيف اللي هي أحلى وردة من ورداتنا اللي حيزهروا. نعم. نهار البرانش هي مدام دارين بربر. دارين بربر اللي. نعم. هي أكثر حدا اللي يعرف عن حاله هلأ. نعم. حتكون مشرفتنا كمان. أهلا وسهلا فيك كمان مرة سيدي دارين. حضرتك مثل ما قالت موتيفيشنال سبيكر، يعني التجارب اللي عشتيها والاختبارات اللي عشتيها عم تستخدميها حتى تكوني صح. عبرة إذا بدك أو قدوة لأشخاص غير أو سيدات غير عم بيعيشوا محن بحياتهم. حضرتك واجهتي أو عشتي تجربة مرض السرطان بالأخص، كان عمرك 15 سنة؟ مزبوط صح. خبرينا أكثر. كان عمري 15 سنة، مثل أي بنت عايشت فترة الحرب، كانت فترة كتير صعبة. خلصت الحرب وصار في وجع بإجري. كنت ألعب كتير باسكت بول، كنت كتير حب الرياضة، وأخذتني الماما عند الحكيم أكيد وتشخص لي مرض السرطان، واضطريت أن أعمل كيمو ثيرابي على فترة سنة. نعم. ورجعت كملت حياتي، فتت على المدرسة أكيد بصعوبة بالوضع بلبنان، يعني كان البلد بعده مش قادر يقف على إجري، فكيف. نعم. شخص عنده إعاقة أو شيء عم بيحده وبهالسن الصغير، يعني سن المراهقة قد ايه صعب على شباب وصبايا، فكيف إذا بدهم يواجهوا المرض بنفس الوقت وبظروف الحرب كمان. صح صح مزبوط. كان كثير صعب، بس تخطيت الصعوبات بدعم أهلي. نعم. دعم رفقاتي بإيماني أكيد طبعا. نعم. وعشت حياة عادية يعني. نعم. بس إنه كنت عم جرب اندمج بالمجتمع. نعم. تزوجت ونقلت على دبي، وصار عندي هلا عندي ولدين. نعم. ولد عمره 10 سنين وبنت عمرها 5 سنين.
من 5 سنين بمدرسة القلبين الأقدسين؟ لا أنا بدبي. صح بدبي بمدرسة، لكن أنت من قدام المدرسة. فمن 5 سنين أنا قررت أني أكون رياضية، لأنه صار معي حادثة تانية كسرت وركي، فقررت أنه لا أرجع مثل أي أم تنسى حالها، ما بتهتم بحالها، ما بتهتم بجسمها، هم بس ولادها وعائلتها ومسؤوليتها. فزاد وزني يعني، وما كنت أعمل رياضة كتير، فقررت انه لا انا بدي اوقف على الجري وما حخلي اي شيء وقفني. رجعتي لدارين القديمه، دارين القديمه، دارين احسن كمان، مش تحدد كل شيء. ايه لانه صار عندي مثل كانه قوه انه لا انا بدي اوقف وبدي ساعد العالم اللي مثلي يتخطوا هالحياه، لانه من قبل ما كان في سوشيال ميديا، ما كان في اي شيء، فبلشت تكون ناشطه اكثر على السوشيال ميديا، وبلشت عن جد انه شوف قد ايه في عالم عم بتعاني وقد ايه انا بقدر ساعد هول العالم من خلال حياتي، يعني فرجيهم حياتي. نعم. شارك معهم. لكن ظروفك دارين كانت أكثر من صعبة، يعني استضفنا سيدات وأشخاص كتار واجهوا المرض أو عاشوا تجربة مرض السرطان، مرقوا بفترة كتير صعبة وتخطوها، انتصروا وتخطوها، ولكن أنت خسرتي أجرك، يعني ركبتك هي المكان اللي أصبتي فيه. نعم. فعندك شيء بذكرك كل يوم بهالتجربة الأليمة من بحياتك، وبالرغم من هالشيء ما استسلمتي. صح. شو اللي خليكي ما تيأسي وتستسلمي للظروف؟ لانه ليكي الانسان بطبعه بحب، ما بده يوقف، يعني بده على طول يتغير، بده على طول يكون عنده امل بالحياه. شو فيديو لك هون رائع. ايه هذا اللي انتشر على السوشيال ميديا؟ انتشر، كانت قصتي من فتره، عامله فيديوز كثير انا من 5 سنين لهلا، بس في فيديو انعمل من اخراج 116 برودكشن. نعم. لو سلوم بوجه له تحية، عمل الفيديو وضرب، يعني كنت عم خبر قصة بطريقة هيك حلوة، فكثير تأثروا. قصتك مع المرض والتحدي اللي ربحتيه، قصتي مع المرض وكيف تغلبت وكيف وقفت على إجري وكيف حتى اشتركت ب WBFF بلندن هلأ من فترة، عملت اشتركت بالترانسفورميشن ميك أوفر ديفيجن. نعم. اشتركت هونيك وربحت هلأ مؤهلة للورلد تشامبيونشيب اللي حتصير بأوغست بلاس فيغاس. سو كنت اول امبيوتي عربيه، يعني بالفعل انجازات كثير حققتيها، انجازات يمكن الاشخاص العاديين تمينا ما بيقدروا يحققوهم. اكيد هذا الباور اللي عندها اياها البوزيتيف حقيقه. انا بدي بدي ساعد العالم، يلي يعني كل العالم مش بس اللي مثلي، انه ما في شيء لازم يوقفنا بالحياه، يعني طول ما نحن عندنا ايمان بنفسنا بالاول، يعني ما ننتقد حالنا، ما نحطم حالنا، لانه في كثير اصوات بداخلنا بتبقى عم تقلنا انه يو ار نوت جود انف، او انت ما بتقدر تعمل. دارين هالنفسيه الحلوه وهالاراده اللي عندك اياها، وعم شوف فيديو لإلي كمان من دبليو بي اف اف وورلد بيوتي فتنس اند فاشن شو بلندن. بيوتيفول، فرجيك المرأة والام اللي هي ما بتوقف عند اي حدود، المرأة والام والمحاربة. يعني انت دارين مثل ما قلت ما استسلمتي، ما قبلتي تكوني ضحية هالمرض. صح. بدل ما تكوني ضحية عملت العكس، اصبحتي بطلة. مزبوط. بطلة وقدوة لغيرك. مزبوط. صح. وكنت يعني كان تحدي كثير كبير لي اني شارك بهيك مسابقة، لانه كلها ما عندهم فئة للإعاقة كان، فكنت عم بتحدى نفسي وعم بجرب انشر رسالة انه الإعاقة هي بأمرار تعطيكي قوة. صح. يعني بتفرجي الأشياء اللي أنت بتقدري تعمليها. ما في إنسان ما عنده قوة إلا إذا هو يعني بتوعي فيكي قوة يمكن. مزبوط. ما كنت عارفة إنها موجودة سابقا أنا قبل هالتجربة. صح. مزبوط. نعم. كيف بتنسقوا مع إدارة المدرسة بالنسبة لتحضير هيك حدث تمينة؟ أي رولا تقلك، نحن أول شيء أكيد التنسيق بيكون مع إدارة المدرسة، ونحن بنحيي مديرة المدرسة سور كارولين الرائع على جهودها، طبعا مع لجنة الأهل اللي كمان أنا بحييهم، مع أساتذة، مع موظفين، مع تلاميذ، حيكون لهم مشاركة كتير حلوة بالإيفنت، حيقدموا من شيء أكتيفيتيز، رقصة، من غنية، حيكونوا موجودين ويقدموها لأمهاتهم. يعني لفتي منهم لأمهات. أكيد أكيد. وطبعا مشاركه من القدامى اللي هو نحن، بدك تقولي نحن فريق واحد ببيت واحد رولا، لانه اذا شخص واحد ما قدر يعمل شيء يشتغل بتحسي انه صار في نقص معين. التنظيم اكيد بيكون دعاء زايد، نحن ما فيني خبرك قد ايه بنركض لهذا البرانش وقد ايه مهم لنا بالنسبه لنا وهدفه اللي هو اهم. وانا بدي اشكر كل اللي عم بيساعدونا وكل اللي عم بيدعمونا حقيقه.
وبدي اقول انه عندنا صفحه بيج على الانستغرام اس 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 بوشريه، وكمان السايت اس اس بوشريه دوت ادي دوت الفي، وكمان على الفيسبوك، وفي ارقام تليفون اللي بحب انه بعد كمان بحب يشارك بالبرانش او يحضر البرانش بيقدر. نعم اكيد، على بيتصل على 01-884-346 و884-347 و348. أنا بعيدكم وبقول لكم عقبال كل سنة. شكرا لحضوركم معنا، شكرا لهالشهادة الرائعة سيدة دارين. أهلا وسهلا فيكي، شرفتوني. واقفي مشاهدينا وقت لعب بكمل.